احبتي المتابعين، ما زلنا مع الوالد حسن عبد الحسن حجر. كان طبعا في الزمن القديم، ما زال عمره 17 سنة أو في هذه الأحوال، كان يرعى الغنم ويتصادفه قصص كثيرة من الوحوش. عيني عينك بيشوفها تأكل الغنم حقه، ما هو أخطر وحش كانت تسارعه. ما شاء الله. فيه يوم من الأيام كنت راعي في الغنم، وتسمى الغنم قسمتين. سلام. قسمه ما هو المعز إلى جانب ثاني، وقسم الظن في بكان في جانب ثاني. رحت ورا المعز أرده، وأنا محترس. الله الله الله، محترس على الذيبلة قاعد على الظن. شوفوا كيف كان بلادنا، يعني يعني إذا غنمك راح عنك يا كل الذئب. عيني بعد المحل الذي تأتي منه الفرصة. إلا والرجل خشمه كذا. الله الله الله، ذيب فاتح فمه يجري، وراسه في مقاع، أذنب أذنب وراه محول قوة 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 قضبان. في ذاك الوقت رجعت مش أمنعه، فهو سبقني وكان أصوت أشأ رده بصوتك. أنا أشأ صوت ما يخرج صوت من شدة الفجعة. تخيلوا أنه ما قدرش، يعني مثلا يقول أوه، ما قدرش يطلع الصوت. عودت أجري أجري على رجلي، وصل أخذ الوحدة، لا إله إلا الله، وأسحبها ونعدنا براه، ودخل بين شجر كذا، دخلت بمدخله اللي هو عنده حطها وشي يفترسها. الله الحين جغرته، آه آه، طلع الصوت. هرب. خذت الفريسة حقي اللي قد افترس عليه، ما فيها ولا حاجة، طب على رقبتها، ما ماتت عادها، لا لفتني أبوه. الله الله، على رقبتها اسحبها، إلا سهلا ما لها له شوي يسحبها. وقفتها استقاما ورجع معايا. فهذا الفريسة وقعت عليها، وكما أخبركم وعاشت معك كثير فوارس، لكن